كنت بشركة سالم الأزهري. شو؟ لك أنت جنيتي؟ حبيت أعرف. تعرفي شو؟ الناس اللي سرقوا أبوك وقتلوه. إيه وإن شاء الله شفتي حدا منهم؟ طبعاً. لك أنت كيف تعملي هيك؟ أنا عملت الشيء اللي كان لازم أنت تعمله. هلا؟ طب طولي بالك بس تشوف هذا راتب الكلب وأفهم مين عدونا. كلهم أعدائنا. وإذا بدك تنتصر على أعدائك لازم تعرف من هن. وشفت بنته سوزان وابنه مؤيد. بتعرف ان سوزان طيوبة كتير وعاملتني بكل انسانية؟ انسانية؟ ودخلك شو استفدتي من هالروحة كلها؟ استفدت اني شفت شركة سالم الازهري وتعرفت على ولدين من ولاده. بتعرف انه سالم عنده 3 شركات غير الشركة اللي فت عليها؟ بنته اللي خبرتك؟ لا، انا قبل ما فوت على الشركة سألت الناس اللي حواليها. بس الغريب يا ايهام انه وقت سألت عن سالم الازهري وولاده قالوا لي انه بنحلف بحياتهم بالسوق وسمعتهم مثل المسك. انت شو رأيك؟ لك مسك ولا زفت؟ واحد منهم اكل حقنا. دخلك انت ليه جاي بتياب الشغل؟ لانه فاير دمي منك. ليكي اميره اسمعيني منيح، اذا لسه بتعملي شيء من راسك بنصف الموضوع كله وخلي حقنا يروح على جهنم. يلا عجلي بالغدا، خليني لحق ارجع على الورشه وبعدين بروح شوف هذا راتب الكلب. خير استاذ مهدي، في شيء؟ لا بس عم بتذكر وين شايفك. ما بتعرف انه بيخلق من الشبه 40؟ بيخلق من الشبه 40، بس عندي ما بيخلق غير من الشبه واحد. انا ذاكرتي بتعجبك كثير حدي. ومع هيك انا ذاكرتي اقوى، وبقول لك نحن اليوم اول مره بنلتقي. انت بتعرف سوزان؟ سوزان الازهري؟ ايوه. معناتها انت اللي شفتك معها بالكافيتيريا من شي سنه. استاذ مهدي ومع هيك انا مصر انه اليوم اول مره بنلتقي. اكيد، لانه يوم اللي كنت انت وسوزان ما خليتكم تشوفوني، لذلك ما تذكرتني. كان في علاقه بينك وبين سوزان ما؟ الحقيقه كان في مشروع زواج بيناتنا. قالت لي سوزان بعد ما رجعت البيت، وقالت لي انك شاب ادمي وابن حلال، وانا قلت لها انه هي حياتها وحريتها الشخصيه، بس المهم انه يجي لعند ابوك ويخطبك مشان العالم ما يحكوا. وسافرت فجأة وما عدنا شفنا بعض من وقتها لليوم. اليوم وانا فايت على الشركه شفتها، سلمت ما ردت، تنشنت ودارت ظهر ومشيت. ايوه، معناتها زعلت قبل ما تسافر. الحقيقة كان في ظروف قاهرة ورفضت تسمع. سيدي وهم طلعنا معرفة وأنا سعيد بهالمعرفة. يا سيدي كله تغير، وهذا بيعني أنه رح يهتم الموضوع غصبا عنه حتى ما ينفضح، ولو أنه نظراته ولهجته ما بتطمن بنوب وكأنه ناوي على شيء. فكرك يعني انه ما يهتم؟ لا طمن طمن طمن، وحياتك اذا ما تجاوب معي الليله لتكون الاسماء والتواريخ والمبالغ قدام ابوه. ايه بس اكيد ما عن طريقك. شلون؟ بفهم منه شك فيك؟ شك بس قدرت اطلع منها. ماشي سهيل بيك، المهم بعد ما تحكي معه طمني. امرك. مع السلامه. مع السلامه. طيب ممكن تعطيني فكرة عن المشروع اللي بدكم تبنوه؟ الحقيقة هو مشروع خيري بابا حب يبنيه لوجه الله. جامع ومستوصف ومأوى عجزي. وبابا اختار شركتكم لتبني المشروع. يعني انتوا ما شفتوا ولا شركة قبل ما تعرضوا المشروع علينا؟ بيني وبينك أنا فكرت شوف شركات تانية، بس قلت لحالي شوف عرضكم بالأول. انتوا قديش قايمين للمشروع؟ ما
لا طبعا ما بقدر اقول لك لاسمع الوالد. بس انت بتعرف انه البابا بيعتمد علي اكثر واحد هون بالشركه بتقييم اي مشروع ماليا. باعتبارك رئيس الحسابات؟ باعتباري ذكي وبفهم، وباعتبار انه كلمتي ما بتصير عنده تنتين. يا ريت تكون واضح اكثر من هيك. اكثر من هيك ممكن نفتح قلوبنا اكثر. يا ريت. عندك لسر مطرح؟ عندي مطرح اكيد. جربني ما راح تندم. نحن الشباب ستر وغطاء على بعض. لك الصراحة أستاذ مهدي، الحقيقة بالوقت الحاضر أنا بحاج شوية مصاري، وحابب الشركة بدها تنفذ المشروع تملي قرشين على جنب. فيك تضمن لي هالقرشين من أبوك بدون ما يدرى أبي؟ من أبي صعب لأنه هيك، بس مني ممكن، يعني لأنه أنا الشركة اللي بدها تأمل لك المبلغ على جنب. عندك شركة خاصة فيك؟ خاصة فيي؟ لا، بس بمون عليها منيح. وعمولتك؟ نفس القرشين اللي بدي املك اياه هون، يعني بدي قيم قده. بس هدول القرشين حبيبي يعني بيطلعوا ملايين. بتعرف اني ما عم صدق؟ ما عم تصدق انه بده يطلع لنا ملايين؟ لا، انه تفهمنا بهالسرعه. يا سيدي ما نتفهم بسرعه، هذا عصر الانترنت والايميل. بس المهم نحن نتفق على المبدأ. إذا متردد فيك تنسحبها. لا عفوا أستاذ مهدي، ما قصد متردد أو لا، بس أنا بفضل نلتقى برات الشركة، نبحث الموضوع من كل جوانبه وبعدين منبت فيه. معناتها اليوم نتعشى سوا. هي رقم موبايلي، إذا معك كارت عطيني إياه أو رقم موبايلك أو إشي، وأنا بفهمك كيف تتفاهم مع بابا. انت شو قصتك؟ قصتي اني حاببتك. بعرف اني هبلة، بس حاببتك مع انك مو حاسس فيني منوب. ولا رح حس فيك، ويا ريت تلتهي بشغلك احسن ما انقلك على شركة تانية. وعلى فكرة انا مو تبع حب وعلاقات هيك بلا طعمة، انا زلمة تبع جواز، وهلأ مالي مفكر بهي الجواز. وإمتى ممكن تفكر؟ استناك. أنت مو معقول. لأني صريحة مع حالي؟ لأنك هبلة مثل ما قلتي لي. بنفس الموعد، ونحن بنحاول انه الاوراق كلها تبع العقد تكون جاهزه. خوش كلام، احنا ان شاء الله من عقودنا تكون جاهزه. لا بس ممتاز. بالمناسبه
تيسير سائق وسيارته رح يكونوا تحت تصرفكم لبكره، يمكن تحبوا تطلعوا جولات هون ولا هون ولا تشتروا ولا اي شيء. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا. شكرا. مع السلامة. بظن انه هي رح تكون صفقة العمر. صفقة العمر؟ لا، صفقة العمر لسه بكير عليها. تعرف ليش؟ لأنه أخوك مهدي لسه ما اطلع على بنود العقد، ويمكن يكون في له اعتراضات أو وجهة نظر ثانية أو تعرف أخوك مهدي. سالم بيك؟ قالت سالم بيك ما هيك؟ أنا كم مرة قلت لك لا تستعملي كلمة بيك؟ ما بحبها أنا. قولي سيد سالم، قولي يا عمو. نعم. في السيد طريف الأيوبي صار له حوالي ساعة ونص عم يستناك. وينه؟ عند الأستاذ مهدي. عند مهدي؟ شو عم يسوي؟ طلعوا بيعرفوا بعضهم وعزموا على فنجان قهوة بمكتبه. طيب أعطيني دقيقتين وخليه يدخل لعندي. رايح تمام. أستاذ مهدي؟ السيد طريف لساته عندك؟ خليه يتفضل. مرحبا استرحاب. اهلين. شو ما عرفتيني؟ انا جاركم ساكن بهذيك البنايه بالاول. عرفتك خير. انا كنت بدي لك انه انا عن جد كثير كنت متضايق وقت ما سمعت انك طلقتي. وانت شو دخلك؟ انا ما بدي شيء، بس كنت اللي بدي اياه انه نقعد انا وياك بشي محل. امشي بطريقك واتركني بحالي. الله وكيلك انا كثير منيح. قلت لي اللي بدي اياه انه. قلت لك اتركني بحالي، واذا بتحترم الجيره اللي بيناتنا لبقى تتعرض لي. والله ما حذرتي والله. شو بده منك هذا الأزعار؟ مثل ما قلت أزعار وعم يتحركش. هذا دائما بيتحركش ببنات الحارة، وكلهم بيعرفوا إنه هذا غليظ. شو بدنا فيه؟ خليني أطلع أتغدى ولحق أرجع على الشغل. شلون مدرستك اليوم؟ مثل مدرستي امبارح. معقول هلا ما فاق؟ صار له اكثر من 40 ساعه فاقد الوعي. مو انت قلت لي خلال 24 ساعه ممكن يفيق؟ سيدي هذا كلام الدكتور، بس الظاهر لانه اصابته خطيره شوي. يا طلال هدول ممكن يهربوا برات البلد ونحن عم نعطيه الوقت. سيدي الدكتور متوقع خلال ساعات يستعيد وعيه، وانا بدوري شددت بالتدقيق على الحدود وبالمطار وبكل منفذ الهروب. هذا ما بيكفي اذا قرروا مغادره البلد. سيدي وفي خبر ما رح يعجبك. ليش في شيء عاجبني لهلا؟ هاد لشوف. سيدي واحد من رجال الامن عبد السلام رزق اطاق عمره. الله يرحمه. ايه. الله يرحمه. بس الله لا يرحمني اذا برحمه لهالكلاب. سيدي ومن ساعتين ونحن عم نراقب بيت اهله لرياض، مرق علينا اخوه المتزوج ساكن لحاله. طلع بيعرف الشقه اللي اخذها رياض. وهي كمان مكان للعصابة. دهمنا الشقة بس للأسف ما توصلنا لأي معلومات جديدة، ماسحين أي أثر إلهم حتى البصمات. وبالنسبة للجيران ما عندهم أي فكرة إلا أنه كان يجي لعند رياض رفقاته شباب أحيانا. هدول مو عصابة لصوص، هدول عصابة قتلة ومحترفين كمان. لازم نجيبهم يا طلال. رح نجيبهم سيدي وبإذن الله بأسرع وقت. ما عاد في وقت، ما لازم نضيع ولا دقيقة. بدي أفراد عصابة القتلة هدول قدامي هون وعلى رأسهم هذا اللي اسمه أبو صالح. راح يكونوا قدامك وساعتها راح طالع لك جوزة حلقهم. تحركوا بسرعة ومروا على المستشفى وشوف لي شو صار بالجريح. تفضل. حاضر سيدي. ميت مرحبا. أنا الشخص اللي بعت لك المعلومات مع الموظف اللي عندك. قصدك عفيف؟ مين عفيف؟ مين عفيف؟ معقول ما تعرف اسم المرسال اللي بعت لي إياه؟
المهم معلوماتك وصلتني. شو رأيك؟ مثل قلتها فيك تنقع وتشرب ميتها. عم تمزح؟ لا لكان اسمعني منيح. سمع على التليفون ما رح اسمع. إذا بدك نتقابل أنا جاهز، إلا إذا كنت خايف إني أكشفك. المفروض أنت اللي تخاف مو أنا. حبيبي أنا ما بخاف غير من اللي خلقني. صدقني إذا تفهمنا بيكون أحسن لك، لأنه ما حدا منا ناقصه شجرة، وخاصة أنت أخذ كل ثقة أبوك. قلت لك منتقابل يا أم عمل اللي بدك يا. لكن خليني أنا أحدد الزمان والمكان. شو يعني بدي أنصب لك فاق؟ ما بيطلع لك. الو، اهلا سيد طريف. يا اخي ما مهم، انت عازمني انا عازمك، المهم نقعد مع بعضنا ونوصل لطريقه ونتيجه تقنعنا نحن اثنين. ماشي ماشي. وين؟ خلص بتلاقيني عم استناك بعد نص ساعه. مع السلامه. عينتك محروق كتير يا سيد طريف، معناتها البيضة إلي والقشرة إلك. وحدة كانت عايشة بغرفتين ونص صوفة، بيحق لها تتعنطز على السكنة بقصر؟ شو ها؟ وليش هالسكنة بهالقصر مو عاجبتك؟ تعرفي انت هيك عم تدمري حياتك بإيدي. شلون شلون؟ يعني انه قصدي عم تجنع لحالك. من ايه جايبة هذا الكلام ولين؟ انو كلام؟ هذا الكلام اللي بدي دمر حياتي واجني على حالي. هذا الكلام اكبر منك. اكيد الست رضينا هي اللي قالت لك ما؟ لا 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 تيتي ما دخلها. دخلها؟ انا شفتكن قاعدين مع بعض وعم تحكوا. شو قالت لك كمان؟ ما قالت شي، والله تيتا بتحبك. ميفين؟ لا تكذبي، تيتا بتحبني؟ ليش ضربتيني؟ لك احكي. شوفي، شو القصة؟ تفضل، تفضل اسمع امك شو عم تعلم بنتك. احكي ميفين، واياكي، اياكي انك تكذبي بحرف. ميفين، شو القصة؟ ما في قصة بابا، بس تيتا مو هين عليها تضل ماما بارمة بوزة، وعم تتعنطز على السكنة بهالقصر. سمعت؟ مو هيك قالت بابا. يعني قصدها شبه السكنة بهالقصر مو احسن من السكنة بغرفتين نص صوفة؟ عم تعيرني بعيشة اهلي؟ يا ندى اكيد امي مو قصدها. لا قصدها، انا رايحة لعند اهلي اللي مو عاجبينها، راح اترك لها هذا القصر وخلي امك تجوزك وحدة تقبل تعيش بهالقصر. ندى خلص بقى بلا جنان. تكلي
شوف سيد طريف انت يسلم ويسلم. شكرا. انت اللي فتحت الموضوع ورجعت ترددت، يعني عم تقول انت انه متضايق على شويه مصاري، اذا طلبت من ابوك ما بيعطيك؟ بيقول لي انت موظف وانت بتعرف راتب الموظفين بالدوائر الحكوميه، واذا اعطاني بشروطه يعني لازم يعرف هاي المصاري اللي اعطاني اياها وين بدها تروح. وانت ما فيك تقول له وين المصاري عم تروح؟ يا مهدي انا شاب ولي حياتي الخاصه، عفوا انا حاسس انه انا وانت رح نصير اصحاب، والصحاب بيفضفضوا لبعض. لا انت معك حق، يعني مو معقول من اول يوم نلتقي فيه تقعد تفضفض لي وتحكي لي كل شيء. لا المساله مو هيك يا مهدي، انا مبتلي. بشو؟ بالقمار. هذا القمار شغله لعينه كثير. وين بتلعبوا؟ بكازينو خاص وله زباينه الخصوصيين كمان، وما عم تقدر تبطله. لاني ما بدي بطله. شوف هو بيقول المدمن على الكحول او المخدرات في له مصح لحتى يشفى، بس المدمن على القمار ما له مصح عنده. اهلا يا هلا. انت جيت؟ ليش ما فيقتني؟ مثل العادة لقيتك نايمة، ما حبيت ازعجك. يا ريتك فيقتني اول ما جيت، هلا بدي اسهر للصبح. ايه شو علي؟ عم نسهر سوا. شو رأيك نسهر عند اهلي؟ عند اهلي؟ ايه؟ شو علي؟ نسهر؟ يلا. لحظة شوي بسحب اذنك. أهلين عبير، مشتاق لك، توقعت تحكي معي الظهر. شلون؟ هلا ما عندي شيء. لا اطلع فتلة بالسيارة. ايه نطلع فتلة. شو علي؟ نص ساعة بتلاقيني عندك بالسيارة ناطرك تحت. يلا باي. شو سريعة هالعبير. لكن يا عمي نحن بعصر السرعة. هين على ابو الشغل، لا ليل ولا نهار بنخلص من الشغل. ايه والله عرفت. خير شو في؟ اخي رائد قال شو اجى عميل الشركة البلغارية وبدياني روح لعنده على الاوتيل اخده واطلع سهر. ايه معلش بلا اهلي اليوم بروح معك. تروحي معي لوين؟ اطلع انا والعميل البلغاري وتطلعي انت معنا؟ لك شو بدي اقول عني زلمه؟ لك شو صاير لعقلك انت؟ تطلع معي ها؟ لك مو هالمشكله. المشكله ما بعرف احكي ولا كلمه بلغاري. بتعرفي لك شي كلمتين بلغاري لطش فيهم؟ لا والله. لا شوف كمان ما بتعرف تحكي بلغاري. ان شاء الله يطلع يعرف يحكي انجليزي. يسلموا. ولك انت امتى بدك تبطل شرب وسكر؟ شرب وسكر خاف الله يا رجل. ايه كلها برايي فؤاد، لا تذكر اسم الله بهالموضوع. الدنيا ما بتغنيك عن الاخره، وانت عايش هالحياه هي الى جهنم وبئس المصير. وليش هالمفاوله؟ اخي ما بدك تصلي، لا تصلي، بس تجنب المعاصي. هلا انا عم بعمل معاصي؟ خيو فحق الشاي انت، انا بدي امشي. ايه ليش لا؟ فياض حساب الطاوله علي.
الله يسامحك يا استاذ اديب، ما لقيت غير هالمحل التقى فيه. انا اصلا خليتك تستناني بهيك محل مشان تشوف بعينك كيف تدهورت الاخلاق، كيف صرنا كفار والعياذ بالله. لازم تفهم الفرق بيننا وبينهم، بيننا وبين هدول المسالين لا على الشرف ولا على الاخلاق ولا على الدين. تصدق ما عم بقدر اطلع فيهم، جيل فاسد. بالعكس يا موفق، لازم تطلع وتطلع منيح كمان حتى تحمي اهلك من هالعصر المنحط، وتعرف واجبك وكيف تحارب الغلط. اللي بده يتعرى يروح على امريكا واوروبا، مو بيتعرى هون. هاي الارض طاهره يا اخ موفق، وما لازم نسمح لهم انهم يدنسوها. انا معك، بس لا بس ولا شيء. انا هيك بشوف الدين والدنيا، وانت لازم تشوفها مثلي، لانه هذا هو الطريق الصحيح. اما اذا كان لك راي تاني فما رح تنفعني ولا رح تنفع حالك. خلص مثل ما بدك، هاي الارض طاهره وما لازم تتنجس. اسمع، اليوم باخر الليل بدنا نروح مشوار. باخر الليل لوين؟ مشان تشوف بعينك وما عاد تتردد بنوب. حاضر مثل ما بدك. طيب هلا خلينا نمشي لانه عندي شويه شغل، وبالليل بحاكيك مشان اقول لك وين تستناني مشان نروح هذا المشوار. تفضل. ايه بعت لك حمى باغلصك، طلع من هون. صدقني بعجبك، طلع من هون. شو اللي جاي احسن مني؟ تعالوا لك، تعالوا لك. أنا آسف عبير، بتعرفي انتظارك لإلي هلأ شو بيسوى؟ 150,000 دولار. وبتعرف إنه بهالانتظار كانت رح تصير مشكلة معه؟ بس أكل نصيب. شفت كيف يرب مثل الأرنب؟ وأنا روح قلبي الأراني. بتعرفي عبير، تليفونك إجا على الجرح وسكره. صحي وقت اللي دقيت لك كنت بالبيت؟ كانت فادية جنبي كمان. شو؟ المهم ما عرفت انه انت. وشلون خلتك تطلع من البيت؟ اخي اللي اتصل فيي مو انت. لك 100 اهلين عبورة. يعني اعتراف الحقير؟ قلت لكم انه انا مالي بستانس. لساته ولد ما حدا صدقني. انا قلت لكم انه هالوقت ما اعترف بشكل رسمي. يعني قبل ما يعملوا له العملية. يمكن كمان قبل ما ياخذ البنش مفعوله، يعني نطق اسم ابو صالح ومعلم وصاري ايش من ايش ومدري شو، ويمكن جاب سيرتك كمان انت يا فاضي. يا حبيبي ليش ما هلوس بعنوان المزرعه؟ فاضي خلصنا، قلنا لكم ما مسكنا قدامه. بس انت مالك متاكد؟ مات من وقت ما مات اخوك الله يرحمه وانت عم تهلوس. فاضي خلصنا وعرفنا انه ما بيعرف المزرعه، بس من باب الاحتياط ولأنه ذكر اسم أبو صالح معناتها يمكن يصلوا لاسمي الكامل ويصلوا لهالمزرعة لأنها مسجلة باسمي. والعمل معلم، ممكن يعني يطبوا علينا بأي لحظة؟ بشك إنه يوصلوا لي بأسرع، لأنه في كذا ألف أبو صالح بالبلد، ولبين ما يكتشفوا أنا واحد بكون أنا تصرفت. يعني شو رح تعمل؟ انتو خليكن مفتحين واصحكن تطلعوا حتى عجنين، وانا رح لاقيكن محل تاني اذا مو بكره بعد بكره بالكثير. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. لازمكن شيء؟ شكرا. يلا خاطركم. وين يا ترى ممكن لاقي محل بعيد عن الشبهات وضل انا بعيد؟ وين يا ابو صالح وين؟ ها ما في غيره، بيت الوالدة الله يرحمها،
واكيد هو بيصير بيخدمون وبيحرسون. تقصد اديب؟ بس هذا متدين مو خرج يخبي عنده، لا تواخذني عن حراميه. ومين قال لك ان رح نقول له انه حراميه؟ امشي معي لحتى نشوف شو بدنا نركب الفيلم وكيف بدنا ندخلها بمخه لاديب. امشي. انت شو عم تقول؟ هيك بهالبساطه بيفوت على مستشفى عام بيقوصه وبيمشي؟ شو وين قاعدين احنا؟ هاي الشغلات ما بتصير غير بامريكا يا بالافلام الامريكيه، لانه هيك مشترعاتهم. اما تصير عنا والله ماني مصدقها. بعدين منو طلعوا لنا هدول؟ سيدي مو بس هيك، ضرب الشرطي الحارس على قفا راسه بقسوه شديده، سواله نزيف داخلي والله يستر ما يروح فيها. ليش وين كان زلمتك؟ شو كان عم يساوي؟ راح على الحمام سيدي، بعدين نزل جاب سندويشتين من كافتيريا المشفى إله للشرطي، ولما رجع اكتشف الجريمه. وهلا هو بالحجز لانه ترك مكانه. نحن لازم نلاقي طريقه نلقي القبض فيها على هذا اللي اسمه ابو صالح ونحط له حد. سيدي ولو انه اقتراح ذو حدين، انا عم فكر حط اعلان بالجرايد الرسميه ومكافاه للي بدلنا على ابو صالح. شو بنا يا طلال؟ بهيك اعلان كانه عم نقول له هروب برات البلد ولا بترجينا وشك. هذا اقتراحك مو صحيح، لازم نلاقي حل ثاني. شو بتقترحوا سيدي؟ بتتابعوا البحث بمنتهى الحرص وخلوا بيوت الثلاثة تحت المراقبة 24 ساعة إلا ما يغلطونا شي غلطة وياعوا بين ايدينا. هلأ أنت ما رح تتعب وانت عم تلاحق الموضوع؟ بدك تركض أفان الموضوع كمان، وأنا حاطت إيدي على قلبي عم بركض أفان، فليش نحن اثنين ما نستغل هذا الظرف وناخد حق تعبنا وركضنا؟ فتيتا لك انت فاتيه قبلي حاجه بقى، مبين عليك شاب ذكي وابن زمانك. تعرف هلا صفي عندنا مشكله البابا، بابا ما بده غير شركه سالم الازهر تنفذ المشروع. حل هاي المشكله عندي، المهم اللي بده يطلعوا لك ما تروح تصرفهم بالكازينو. رح احاول بجد، رح احاول هالمره. رح تحاول ورح تنجح، وانا رح ساعدك لحتى امنعك. انت اوكي؟ شو نسيت اني صديقك انا؟ وبهالسرعة؟ لك شو بهالسرعة؟ لك حبيبي احنا هلا بعصر الانترنت والايميل شباب. حلو والله ما بكشي، أبي الصورة لحالة ما بتكفي. قاعدة على الكمبيوتر؟ ليش في حدا بيمل من الانترنت؟ ايه يا ستي، بعت لي رسالة هلا وبعت له رد. هلا مو بكره رايحين على المسبح؟ خلص بنحكي. ليكي ما في فايدة، جوزك مرته جديدة لحست له عقله. والمعنى؟ المعنى واضح، جوزك بح. لو عملتي 100 حجاب ما حيتركها لمرته جديدة. شوفي كيف مصدقتها، كأنها عم تقرأ لمستقبلها فعلا. لو كان إلا مستقبل ما كانت خلتها تقرأ. صار معها شي جديد؟ شو بده يصير معها؟ أكتب إنه جوزها تجوز عليها وحدة قد بناتها. مسكينة يا أم حسام. قولي مجدوبة يا أم حسام، هي الحق عليها يلي خلته يتطلع على غيرها من كتر ما كانت تغار عليه وتحاسبه على الطالعة والنازلة. طلعي شايفة؟ شايفة كيف وقفت لك مثل الجنية؟ الحمد لله أنا الغيرة ولا بتخطر ببالي. لساتك مالك عم تقربي على جوزك؟ مو بإيدي يا لولو، مو بإيدي. تقولي كأنه في حدا حط حيط بيني وبينه، همدت فرد همدة. بس والله جوزك حباب كتير،
كيف هيك؟ ما بعرف ما بعرف، حتى ريحته ما عاد حبيتها. طيب رحتي عند شي دكتور شرحتي له حالتك؟ دكتور يا لولو؟ طيب دكتورة، المهم تعرفي ليش هيك بصير معك؟ المهم اني مالي متضايقة. ايه بس جوزك بيكون مزعوج كتير. سالم يا دوب يهتم بشغله. مساء الخير جميعا. مساء النور. كيفك يا عمي؟ اهلين مدام بودينا. يلا بالاذن. سألتي نورمان عن ابني يعني؟ قلت لك انه نورمان ما ممكن تتزوج قبل اخواتها، قلتي لي اسألي ما رح تخسري شيء. طيب سألتيها وقالت لك لا؟ ما قالت لي لا، قالت لي مستحيل. على كل إن ابنك شاب بيطير العقل، والف بنت بتتمناه. بسيطة ستي، ما حدا بياخذ غير نصيبه. هلا بصراحة لولو، انتي خطبتي نورمان من عندك ولا هو قال لك تخطبي له اياها؟ لا والله أنا من عندي. كمان هو ما له مفكر بجواز، قلت لحالي بقنعه، اسمي عايشة أنا وياه لحالنا، بركي بملي علي البيت بولاده. بكير عليك يصير لك أحفاد. ليش أنتِ مو بكير عليك؟ إيه والله بكير، خاصة لأنه إجوا من هي اللي ما بتنطق مدى. يلا يا جماعة أنا بدي أعتذر منكم وأمشي. لا إيه والله. يلا باي باي، شكرا كثير. الله معك. بايرو دينا خلينا نشوفك بايا سبايا ان شاء الله. شو ازدهار انت بقياني ولا ماشي؟ بكير يا درتاني لوين رايحه؟ عندي شغل. حاكم شايفتك من اول السهر عم تطلعي بالساعه ومستعجله. ما دخلك والله والله ما دخلك. يلا باي انك باي. فاجئني كل مفاجأة. صدقيني انه رجلي اللي جابوني لهون. شو صار معك؟ ساعتها عم يتعرض لك؟ مين؟ جابوا الشرطة وكتبوه تعهد انه ما يتعرض لي. وما قلتي انه رفع عليكي مشط؟ لا، لاني شفقت عليه، صار يبكي مثل الولد الصغير. عندك مناوبة الليلة؟ لا. طيب فيني اعزمك على فنجان قهوة؟ كمان لا. معناتها رح اتصل فيكي على التليفون. بس بترجاكي لا تسكري الخط بوشي. ليش مين اللي سكر بوشي الثاني؟ ايه مزبوط، كنت ملبك و انا بعتذر. رح نقي شوية اغراض. الو اهلين مدام الليلي. ايه بس نحن كنا متفقين انه نحكي مع بعض. طيب وين بتحبي نلتقي؟ بالبيت؟ ما بيمشي الحال بالمطعم؟ طيب طيب رجلك مفكوشه. ايه سلامتك، امتى فكشت؟ طيب معناته بجيب بقى ورد وبجي لعندك. اوكي مع السلامة. رائد رائد بوس ايدك، لقينا بيت. رائد انا عم بنسلى سلي وحالتي كل مانا لورا. انت بتعرف انه انا رحت عند دكتورة نفسية؟ شو؟ ايه الله وكيلك، بدي لاقي دواء لحالتي. ايه وشو قالت لك الدكتورة؟ قالت لي الدكتورة اني انا تعبانة وانه جهازي العصبي ما بتحمل ضغط اكتر من هيك واني ممكن اتعرض لاكتئاب نفسي. ولهالدرجة واصلة حالتك؟ ايه
لهالدرجة. شوف حتى الأدوية اللي عم باخدها ما بدها تديني. ندى، مو ملاحظة إنك عم تبالغي؟ إنك مكبرتيها؟ هي كبيرة يا رائد. لك وينك لهلا؟ من قلبي عليك. ما لقيت ولا الضراب، كأنه الأرض انشقت وبلعته. طيب بركي عن جد مسافر. قلبي حاسسني إنه هون، ما في حدا من رفعاته دريان بقصة سفره. لك يا أخي هون ومو هون شو بنعمل؟ بنحط إيدنا على خدنا وبنقعد. والله ما بعرف يا أختي ما بعرف، حاسس حالي ضايع ومحتار. لا تحتار أخي. بكرة أنا وياك بنروح لعند الأب كبير العيلة سالم الأزهري. إيه ورحنا لعنده شو بدنا نقله؟ لك يا أخي بنقله على اللي صار مثل ما صار، وطالما الرجال نضيف قلبه لله إلا ما ينصفنا. طيب وصدقنا، شلون بده يعرف أني ولد من أولاده اللي نصب على أبوكي؟ لك يا أخي هو أدرب أولاده إلا ما يعرف مين منه اللي عاملها. حتى لو عرف ما حيقول، بضل الضنا غالي. عندك حل تاني؟ إيه عندي، إنك تتذكري الاسم اللي قاله أبوكي قبل ما يموت. لك أخي ما رح أستنى لحتى أتذكره. إذا ما بدك تروح معي لعند سالم الأزهري أنا رايحة لعنده لحالي، رح أحط لك عشاء. أنا تأخرت كتير، صار لازم نروح على البيت. ما حكينا ولا جملة مفيدة بالمشوار كله. معك 5 دقايق تحكي فيهم جملك المفيدة. شو؟ بتعرفي عبير، أنا أول ما شفتك كتير ارتحت لي. فيك تقول وأنا كمان. إذا هيك خليني أحكي اللي بقلبي. أنا مو بس ارتحت لي، أنت دخلتي لقلبي بسرعة البرق وقعدتي فيه. ليش قلبك بساعة تنتهي؟ واحدة بس، الثانية على وشك إنه تطلع. ما فهمت عبير. أنا قبل ما أتعرف عليك كنت ناوي طلق فادي. عن جد عم تحكي؟ شوفي عبير، أنا بحب الحلال وحظ الله ما بيني وبين الحرام. تتزوجيني بعد ما طلق فاديا؟ لا مؤيد، انا ماني خربت بيوت. انت هيك ما بتكوني عم تخربي بيوت. انا هلا بيتي خربان انا وفاديا، ما في تفاهم نهائيا بيني وبينها، اصلا هي مطايقة العيشة معي. والسبب؟ لانه الشغل اخذ كل وقتي. اه يعني بكره اذا تزوجنا رح يضل الشغل اخذ وقتك؟ ساعتها وقتي كله رح يكون ملكي. وإذا دريت فاديا؟ دخيلك ليش مين دريان إني متجوز فاديا؟ أهلا بس. وأنا؟ غلطة رح تدفع تمنها فاديا، لأنه هاد كان شرطي معها قبل الجواز. إنه ما حدا يدرى. غير أهلك. وأهلك أكيد لا. أهلي ما لازم يدروا شو ما صار. يعني على هالحالة أنت كم مرة صرت متزوج؟ 3 مرات. والثلاثة طلقتهم فاديا لسه. وأنا شو اللي بيضمن لي إنه بعد ما نتزوج تطلقني أنا كمان؟ عبير أنا عندي إحساس كتير قوي إنه أنت رح تكون الأخيرة. لا حبيبي، إذا ما دريوا أهلك أكيد ما حكون الأخيرة. أهلي ما لازم يدروا، وهي مسألة ما بساوم عليها أبدا. أنت إلك شروطك وأنا إلي شروطي، بعدين لساتنا على البر. بتحبي وصلك على البيت؟ يا ريت. عن سريحة؟ لا تقلي انه هاي صدفة. اعوذ بالله، شو صدفة؟ صلي ساعة ناطري. لك انت ما بتكل ولا بتمل؟ ارجوكي بدي احكي معك كلمتين، وبعد ما احكيهم اذا قلتي لي ما عاد بدي اشوفك ما عاد ارجيكي وشي بحياتك. بس كلمتين. احكي بس بسرعه. اولا انا ما عم عكسك ولا عم اتنازل عليكي، ولاني من هدول شباب الايام اللي بتعرفيهم. انا غرضي شريف ورايدك. هيك بهالسرعه؟ لك انا من زمان معجب فيكي وعم راقبك. معلش وبصراحه اكثر عرفت كل شيء بدي اياه عنك، عرفت حارتك وبيتك وين بتشتغلي. انت مو معقول. مو انا وحياتك، هذا قلبي. وطلعت بنتيجة بعد ما راقبتني؟ انك بنت بتطير العقل،
وانك البنت اللي بدي اياها وانك واني لازم روح البيت مشان ما اتاخر على البيت اللي عرفته. اسري حاب، هذا عنوان بيتي وفيه عنوان شركه البابا سالم الازهري. اسالي مين هن اولاده، وانا فؤاد الصغير منه. فؤاد انت شو بتشتغل حاليا؟ ما بشتغل شيء، يعني منوب منوب. بس امتى ما بدي فيني امن احلى شغل. عن اذنك. لحظه اسري حاب، العمى شو حمار، ليش قلت لي اني ما بشتغل؟ بس رح ضل وراكي لو بدك تلاقيني بصرمايتك.